في 2019 وفي واحد المدينة صغيرة سميتها زاما جاية في اليابان، كانوا الناس عايشين عادي وكل واحد داخل سوق راسو. معدل الجريمة في ديك البلاصة كان هابط بزاف كيف ما كنعرفو كاملين على اليابان، وحتى حاجة ما كانت خارجة على العادة. حتى لواحد الفترة الناس في ديك المدينة بداو كيختفاو وكيغبر ليهم الآثار. البوليس عياو يقلبوا على شنو السبب اللي خلى هاد الناس كيغبروا وكيختفاو بحال هكا، والو ما لقاو حتى شي حاجة. ولكن ومن بعد شهرين كلشي تفضح، وحرف حرفيا الناس كاملين ديال اليابان تصدموا من البشاعة ديال داكشي اللي وقع لهاد الناس. السلام عليكم، سميتي سكينة ومرحبا بكم في قناة سوكي ستوريز. الناس الجداد اللي اول مرة كيجيو لهاد القناة، الا كنتم من عشاق القصص الواقعية فهاد القناة درت لكم. كنحط حصة ديال القصص طوال في السيمانة كل اثنين وخميس وسبت. الا كان هادشي كيهمكم ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش ديما يوصلكم الجديد، وبطبيعة الحال ما تنساو لي زي الاعجاب. ودابا الا كنتم مستعدين يلا نبداو. القصة ديال اليوم دايرة على واحد الشخص سميتو تاكاهيرو، وفي 2019 الوقت اللي طراو فيه الأحداث ديال القصة ديال اليوم كان في عمره 29 عام. تزاد تاكاهيرو في 9 أكتوبر عام 1990 في وسط واحد العائلة بسيطة في مدينة زاما. تربى وكبر مع أخته الصغيرة بلا مشاكل بلا صداع بلا والو. كانوا والديه ناس مزيانين وظريفين، عملوه بأحسن معاملة وداروا ما في جهدهم باش ما يخصوه من والو. فاش كبر وبدا القراية اكتشفوا أنه إنسان ذكي وكيعقل على كل شيء. واخا ما كانش كيراجع في الدار وما كيخدمش تمارين ما والو، ولكن النقط ديالو كانوا ديما طالعين وديما ناجح وجاي من الاوائل في المدرسه ديالو. وحيت كان مجتهد وكيقرا مزيان وزيد عليها الشخصيه ديالو كانت هادئه وزوينه، كانوا عنده بزاف ديال الاصدقاء اللي كيحترموه وكيبغيوه، وكان كيدوز معاهم بزاف ديال الوقت زوين. المهم كانت حياته عاديه بحال اي واحد، ولكن وللاسف هادشي كله غادي يتبدل فاش وصل للثانويه. والديه فجاه طلقوا والعائله ديالهم تشتتات. هادشي كان اثر على تاكاهيرو بزاف نفسيا لدرجه انه تبدل على كاع الناس اللي كيعرفوه، ولا انسان انطوائي ومعقد، وقطع الهضره على صحابه كاملين وما بقاش كيقرا مزيان كيف ما كان في الاول. فاش تخرج من الليسي وفي بلاصه ما يمشي يكمل القرايه ديالو في الجامعه، هو مشى كيقلب على خدمه، وما داش بزاف لقى خدمه في واحد السوبر مارشي كاين في المدينه ديالو النيت. بقى خدام تما لمده ديال عامين، وفي الاخر طلعت ليه فراسو وخرج باش يقلب على ما حسن. ومن ديك الساعه ولا كل مره كينقص من خدمه لخدمه، مره كتلقاه سرباي، مره خدام في شي مصنع، مره في ستاسيون ديال المازوط، وزيد وزيد. المهم ما كانش كيجلس في بلاصه وحده، وديما كيحاول يقلب على ما حسن. حتى لواحد النهار وغير بالصدفه لقى واحد الخدمه اللي كانت مختلفه كليا على كاع هاد الخدمات اللي خدم من قبل. واحد صاحبه كان اقترح عليه باش يمشيو بجوج بهم لطوكيو العاصمه ويبداو كيخدموا تما مع العصابات في داكشي ديال التجاره في الدعاره، واللي في الغالب كتكون تما في واحد البلاصه مشهوره في وسط من طوكيو سميتها كابوكيتشو. كابوكيتشو فيها بزاف ديال البيران والمطاعم والفنادق اللي كيسميوهم فنادق الحب، فين كيتاجروا الناس بالجينز. وما عمر ما كتلقاها خاويه، ديما الناس كيكونوا تما، وخا حتى مع الجوج ديال الليل كتكون عامره، على داكشي كيقولوا ليها الشارع الذي لا ينام. تاكاهيرو عجبو بزاف هذا الاقتراح وقرر باش يرحل من المدينه ديالو زاما ويمشي يستقر في طوكيو ويخدم هذه الخدمه، يعني غادي يكون هو اللي كيدبر على البنات اللي باغيين يخدموا في الدعاره. صافي بدا كيخدم ودار بزاف ديال المعارف من الناس ديال العصابات، وكان بارع في الخدمه ديالو، ديما كيجيب ليهم داكشي اللي باغيين ودار بزاف ديال الفلوس. في شهر فبراير ديال عام 2017 تاكاهيرو تشد لاول مره في حياته، من بعد ما تشكاو منه بزاف ديال الناس للبوليس وقالوا ليهم باللي كيتجسس علينا في ديك المنطقه وكيبقى مراقبنا، ومن فوق هادشي كيتاجر في الدعاره. تحكم عليه ب 14 شهر ديال الحبس، ولكن ما دوزهاش كامله، دوز تما غير شي سيمانات وخرجوه بكفاله. ومباشره من بعد ما خرج قرر يخلي هادشي كامل ويخلي هاد الخدمه ويرجع بحالو للمدينه ديالو زاما، استقر عاوتاني فيها مع باه. فعلا رجع، ولكن هاد المره ما خرجش يقلب عاوتاني على خدمه، بقى غير مع باه كيخدموا بجوج في الكراج ديالهم كيصلحوا الطوموبيلات. هاد المده اللي دوزها تاكاهيرو مع باه بحال الا ولاو قراب بزاف لبعضياتهم، كانوا اي حاجه كيديروها بجوج، كياكلوا بجوج، كيخرجوا بجوج، كيخدموا بجوج، المهم كلشي كيديروه بجوج. تما تاكاهيرو بدا كيهضر ليه لباه على المشاكل النفسيه اللي كيعاني منها وعلى باش كيحس. وفعلا ما كانش كيكذب، تاكاهيرو في ديك الفتره بدا كيعاني من اكتئاب وبدات النفسيه ديالو كتدهور وما بقاش كيف ما كان في اللو.
الاول. كان ديما كيقول ليه باللي ما كرهش يسالي حياته وباللي كيحس براسو مخنوق وباللي الحياه ما عندها حتى شي معنى. با كان كيحاول يحيد ليه هاد الافكار من راسو ويواسيه، ولكن واحد النهار كانوا كيتعشاو وتاكاهيرو كان ساهي وشويه سولوا باه مالك، وجاوبو قال ليه انا ما عرفتش علاش باقي عايش حتى لدابا. في ديك اللحظه اللي سمع فيها با هاد الهضره تعصب بزاف، وفي بلاص ما يهضر معاه غير بالعقل ويقنعو ان هادشي اللي كيفكر فيه راه ما مزيانش وما غادي يوصلو حتى شي حاجه زوينه. هو ناض كيغوت عليه وكيدابز معاه وقال ليه طلعتي ليا فراسي بهاد الافكار وهادشي كله اللي كتفكر فيه غير ديال المراهقين. تاكاهيرو حتى هو ما رضاش وبدا حتى هو كيغوت وكيتزايد مع باه في الهضره، وفي الاخر جمع حوايجو وخرج من تما بمره. بقى غابر على الدار لمده ديال 4 شهور حتى الصيف ديال عام 2017 وبالضبط في شهر غوشت عاوتاني رجع لعند باه، غير هو هاد المره ماشي باش يعيش معاه، رجع غير حيت كان محتاج الفلوس وقال ليه بلي تعرف على الحب ديال حياته وبغى الفلوس باش يكري شي دار يعيشوا فيها بوحدهم، وطلب منه يخلص ليه الكرا على ما يلقى خدمه ويرد ليه كلشي الفلوس. بطبيعه الحال كان غير كيكذب، ما كاين لا حب لا والو، بغى غير شي دار اللي يعيش فيها بوحدو ما يخلص لا كرا لا والو وبلا ما يخدم. تاكاهيرو ديك الساعه كانت الحاله النفسيه ديالو زادت تكفسات، وحتى لقانا باش يخرج ويخدم اولا يقلب على خدمه ما كانتش عنده. باتيقو قال لي غير كون هاني، عطاه الفلوس وقال لي انا غنبقى نخلص لك الكرا حتى تلقى خدمه على خاطرك. نهار 29 غشت تاكاهيرو مشى كرا واحد لابارتمون في مدينه زامانيت، تما صافي سد على راسو وبقى جالس غير بوحدو مع الافكار ديالو اللي كانت غاده وكتكفاس. الهوس ديال الموت بدات كتسيطر عليه نهار من بعد نهار، وحتى ديك الشجاعه باش ينوض يطبق دوك الافكار على راسو ويصفيها لراسو ما قدرش. على داك الشيء واحد النهار قرر يطبق دوك الافكار ولكن ماشي على راسو، على ناس اخرين. بدا كيخطط لكيفاش يستدرج ناس اللي باغيين يصفيوها لراسهم وهو اللي يدير المهمه. في الاخر قرر يستخدم السوشيال ميديا وبالضبط تطبيق تويتر. في سبتمبر ديال عام 2017 حل واحد الكونت في تويتر بالسميه ديال هانغين برو، وكيف ما كتشوفوا التصويره ديال البروفايل داير فيها شخصيه انيميه ديال دري مجروح من عنقو من يديه وداير الحبل المشنقه في بلاصه الكرافاتا. في البايو ديال لاباج كان كتب لاي واحد كيعاني من وقت صعيب في حياته صيفط ليا ميساج انا غادي نعاونك، وحط بوست باليابانيه انا غنحاول نقول لكم غير بصفه عامه اشنو كتب فيه. كتب انا عارف بزاف ديال التلاميذ كيتعرضوا للتنمر في المدرسه، وحيت بزز منهم كل نهار كيخصهم يمشيو للبلاصه كيكرهوها في الاخر كيمرضوا نفسيا وكيفكروا يساليو حياتهم، انا هنا باش نعاونكم. الناس اللي غادي يقراو هذا الشيء غادي يسحب ليهم باللي هذا السيد باغي يعاونهم يخرجوا من الاكتئاب اولا من الحاله النفسيه اللي كاينين فيها ويعيشوا حياتهم نورمال، ولكن ماشي هادشي اللي كان باغي تاكاهيرو، كان هو باغي شي حاجه اخرى. نهار 8 اكتوبر 2017 واحد البنت سميتها ايكو تومورا في عمرها 23 عام اختفت فجاه. هاد البنت كانت يلاه مات ليها امها شهرين قبل ما تختفى، والموت ديال امها دمرها نفسيا لدرجه حتى هي ما بقاتش باغا تعيش. من مور ما اختفات خوها ما خلاف ينقلب عليها، قلب في البلايص كاملين اللي كتكون فيهم، سول كاع الناس اللي كيعرفوها والو، حتى شي واحد ما شافها. مشى كيدور على ليكونت ديالها في السوشيال ميديا باش يشوفها شنو كانت كتنشر مؤخرا، حيت هو كان عارف ان الموت ديال مهم دمرها نفسيا وانها كتفكر في الانتحار. وتما في تويتر لقاها حطات 10 ديال لي بوست كتهضر فيهم على كيفاش تدمرات من مور الموت ديال امها وباللي ما بقاتش باغا تعيش وما كرهاتش شي واحد اللي يعاونها باش تسالي حياتها. خوها فاش قرا هذا الشيء صافي تصدم وقال 100% اختي طرات ليها شي حاجه، ولكن كان عارف الا فعلا صفاتها لراسها غادي يكون شي واحد اللي يعاونها، حيت عارف شخصيتها ضعيفه وما تقدرش ديرها بوحدها. مشى كيجري لبيتها وبدا كيقلب على واحد المذكره، حيت كانت من قبل قالت ليه باللي كاع لي مود باس ديال هاد السوشيال ميديا كتكتبهم في ديك المذكره باش ما تنساهمش. المهم فواحد المجر تما لقى المذكره ديالها وخد المود باس ديال تويتر ودخل باش يشوف مع من كتهضر وشنو كانت كدير تما. فاش مشى كيقلب على الناس اللي كانت كتهضر معاهم لقى داك الكونت اللي سميتو هانغين برو ديال تاكاهيرو، وفاش دخل المحادثه اللي بيناتهم وقرا كلشي تصدم من داكشي اللي كانوا كيقولوه. ايكو كانت اتفقت مع هانغين برو باش يتلاقاو ويقتلوا راسهم بجوج بهم، حيت هي ما زعماتش دير هادشي بوحدها. ديك الساعه من بعد ما خوها شاف كلشي هز التليفون ومشى نيشان عند البوليس وعاود ليهم كاع هادشي اللي لقى. المحققين بطبيعه الحال في البلاصه فتحوا تحقيق وبداو كيقلبوا على فين هي ايكو. نادوا على واحد الاعلان كبير في مدينه طوكيو فيه تصويره ومعلومات شخصيه ديالها وطلبوا من الناس الا شافوها يصونيو للبوليس. ما داش بزاف ديال الوقت واحد السيد صنع عليهم وقال لهم بلي عنده واحد الريستورون في وسط من المدينه وقال لهم بلي متاكد
متأكد 100% أن هاد البنت جات لعندو لذاك الريستو ديالو وكان معها شي راجل. البوليس في البلاصة ناضو مشاو لعندو وطلبوا منه باش يعطيهم تسجيلات ديال الكاميرات في داك النهار اللي جات آيكو لعندو مع داك السيد. تما لقاو أن فعلا هذه كانت آيكو، ولكن السيد اللي معها حتى شي واحد ما عرفو. خداو دوك التسجيلات ديال الكاميرا ومشاو كيقلبوا في الداتا ديالهم، وديك الساعة قدروا يجبدوا الهوية ديالو تاكاهيرو تشيرايشي. واخا دابا عرفوا شكون هو، ولكن مازال قدامهم مشكل كبير، فين كيسكن وفين يلقاوه باش يشدوه. في ديك الوقيته من مور ما اختفت آيكو، خوها كان غير حماق بتقلب عليها، خصوصا فاش عرف ان اخر مره بنت كانت غدا مع شي راجل غريب اللي مسمي راسو في تويتر هانغين برو. والبوليس قالوا ليه راه حنا عرفنا الهويه ديال داك السيد اللي كانت مع اختك، ولكن ما عرفناش فين بالضبط غيكون باش نشدوه. باش يعاون المحققين يلقاو هاد السيد اللي مشات مع اختو، مشى الكونت ديالو في تويتر ونشر شي معلومات على اختو وعلى هاد هانغين برو، يعني هاد السيد اللي مشات معاه، باش ياك ما يكون شي واحد سمع به او لا هضر معاه من قبل. مع حطوك البوستات وغير دازت ساعه ديال المكانه، واحد البنت صيفطات ليه ميساج في تويتر نيت، قالت ليه باللي راه ديجا تواصلت مع هاد هانكين برو، تلاقاو واحد المره ولكن ما طولوش بزاف داك اللقاء، واتفقوا باش يتلاقاو نهار اخر. وداك النهار اللي اتفقوا باش يتلاقاو فيه قال ليها غادي نديك معايا للدار ديالي باش نعاونك تخرجي من هاد الحاله النفسيه اللي راكي فيها. وقالت ليه باللي دابا كتسنى باش يعيط ليها باش يتلاقاو. خو ايكو غير مع هاد الهضره اول حاجه نبهها وقال ليها ويا كي تلاقي معاه راه يمكن خطف اختي. ثاني حاجه مشى عند البوليس وقال لهم هادشي كامل اللي لقى، والبوليس ني تواصلوا مع هاد البنت وطلبوا منها باش تلاقى معاه في داك النهار اللي اتفقوا يتلاقاو فيه، وتصرف عادي بحال الا البوليس ما تابعينهمش، وقالوا ليها غير غادي يوصلك للدار ديك الساعه غادي نهجموا عليه باش نشدوه. المهم فاش وصل النهار اللي غادي يتلاقاو فيه، داك البنت تصرفات عادي بحال الا ما طاري والو، دوشات ولبست حوايجها ومشات شدات الدران مع البوليس حتى لمدينه زاما، حيت تما كانوا متفقين يتلاقاو. بطبيعه الحال دوك البوليس اللي كانوا غاديين معاها كانوا لابسين الحوايج عادي ودايرين راسهم بحال الا ما كيعرفوهاش. فاش وصلوا هبطوا كاملين من التران، وتما بان ليهم تاكاهيرو جالس كيتسنى في البنت. مشات لعندو سلمات عليه ونادو كيتمشاو خارجين من تما وغاديين للدار ديالو. البنت دارت ما في جهدها باش ما تبينليش باللي خايفه منه، بدات كتهضر معاه وكتعاود ليه على المشاكل النفسيه اللي عندها وباللي راه كتعاني الى اخره. ومن بعد تقريبا 15 دقيقه هما كيتمشاو وصلوا للدار ديالو. تاكاهيرو فتح الباب ودخل البنت معاه للدار. تما صافي البوليس تحركوا بالزربه قبل ما يمشي يدير ليها شي حاجه لداخل. مشاو نيشان دقوا عليه وحل الباب وقالوا ليه من الاخر حنا رحنا شاكين فيك فواحد القضيه ديال الاختفاء ديال واحد البنت سميتها ايكو تومورا. قالوا ليه اخر مره بنت كانت معاك، واش عارفين كاينه او لا؟ لا. تاكاهيرو ديك الساعه دار واحد التصرف غريب بزاف وكيخلع، بقى كيشوف فيهم وساكت لمده ديال 20 ثانيه، وشويه دور وجهه وشاف لداخل ديال دارو وشير بيديه لواحد الفريغو وقال لهم بصوت خفيف ايكو كاينه عندي في هاد الفريغو. البوليس غير سمعوا هاد الهضره تصدموا، ما كانوش متوقعينها بمره. داروا ليه بعدا المينوط في يديه ودخلوا ديك الساعه للدار ومشاو نيشان لداك الفريغو. وفعلا وكيف ما قال تما كانت ايكو، ولكن ماشي جثه كامله، كانت مفصله كلها، راسها محيد ورجليها ويديها. والحاجه اللي كتصدم كتر هي ان ديك الدار ما كانش فيها غير فريغو واحد، وانما كانوا فيها بزاف، وكلهم كانوا عامرين بالجثث ديال الضحايا اللي مفصلين بنفس الطريقه اللي تفصلت بها ايكو. فهاد التصويره اللي كتشوفوا قدامكم التصميم ديال الدار ديال تاكاهيرو، ودوك الصنادق الصفر كانوا هما الفريغويات الصغار اللي مدفش فيهم الجثث مقرضين ديال الناس. البوليس جبدوا من تما 8 ديال الريوس مقطعين وبزاف ديال اليدين والرجلين والعظام ديال البشر. داك المنظر كان بشع لدرجه شي وحدين رجال الشرطه اللي كانوا تما بداو كيتقياو. ما دازت حتى 5 دقائق كامله تعرموا تما العشرات ديال البوليس والمحقق ودخلوا يكملوا التفتيش ديال الدار. من غير الجثث ديال الضحايا لقاو في الدار ديالو بزاف ديال المناشر وبزاف ديال المواس وكوردات فيهم الدم، زيد عليها لي كارت بونكير والبزاطم والسيكان والحوايج ديال الضحايا. الجيران وقبل ما تفتح هاد الجريمه كانوا شاكين باللي شي حاجه كتوقع في الدار ديال تاكاهيرو، والغلط اللي داروا هما انهم ما مشاوش للبوليس. بزاف ديال المرات كانوا كيشوفوه مخرج ميكات كحل من دارو كيديرهم في طوموبيلتو كيديهم لشي بلاصه، واي واحد سولو على شنو داكشي كيقول ليه راه الوسخ ديال الكلاب والقطط اللي مربي. تاكاهيرو كان كيلوح الاعضاء الداخليه ديال الضحايا ديالو، وكان كيخلي عنده في الدار الريوس واليدين والرجلين والعظام. ومن فوق هادشي كان كل نهار كيسيق، حرفيا كان كل صباح كينوض وكيبدا يسيق، وعاد شي مرات كانوا يسمعوا عنده شي صوت ديال شي عيالات كيبكيو لداخل. فاش تشدوا الدول التحقيق في الاستجواب قال لهم انا قتلت دوك
الناس فعلا، ولكن هما اللي بغاو يموتوا، انا غير عاونتهم. المحققين ما دخلت لهمش هاد الهضره في راسهم، وعرفوه باللي غير كيكذب. بقاو شادينو كيضغطوا عليه لساعات طوال، حتى الاخر صافي عيا واعترف. قال انه كان كيستدرج الناس اللي مكتئبين وباغيين يموتوا، وكيوعدهم انه قادر يخرجهم من الاكتئاب ويعيشوا حياتهم نورمال. وفاش كيتلاقاهم وكيجيبهم للدار، اول حاجه كيديرها هي كيعطيهم شي عصير اللي كيكونوا فيه الكينات ديال النعاس اولا المخدرات. وفاش كيشربوه كيفقدوا الوعي، تما كيبدا الجريمه ديالو. اول حاجه كيديرها كيتعدى عليهم، وعاد كيقتلهم بشي طريقه اللي رشقات ليه هو، ومباشره ديك الساعه كيبدا يقرضهم. وقبل بعدا ما كيقرضهم كيحيد لهم كاع داكشي اللي جايبين معاهم، بحال السوايع السناس البزاطم الى اخره. تاكاهيرو قتل 9 ديال الناس، 8 منهم عيالات وراجل واحد. كان الهدف ديالو ماشي يعاون الناس باش يقتلوا راسهم كيف ما قال المره الاولى، وانما الهدف ديالو الحقيقي هو الجنس والفلوس. على داكشي الضحايا ديالو كانوا تقريبا كاملين عيالات. بالنسبه لذاك الراجل الوحيد اللي كان من الضحايا ديالو، ما كانش مستهدفه، كان مستهدف مراته اللي كانت حتى هي مكتئبه وباغا تموت. كانت كتهضر معاه مده في تويتر وقال ليها نتلاقاو باش نعاونك تخرجي من هذه الحاله اللي راكي فيها، ووافقات. تاكاهيرو كان مولف كيتلاقى الضحايا ديالو في شي بلاصه من غير الدار ديالو، يعني في شي جرده في المحطه التران اولا في شي بلاصه بحال هكا، وعاد ديك الساعه كيديهم للدار. هذه لا كان صنع عليها وعطاها العنوان ديالو مباشره. وفي ديك العشيه نيت كان وصلها راجلها حتى للدار ديالو، وهو مشى يقضي شي غرض. وفاش سال هاد الغرض ديالو ورجع للدار بحالو، لقى مراتو مازال ما رجعاتش، وديك الساعه مباشره مشى للدار ديال تاكاهيرو باش يقول ليه فينا هي. غير دق عليه حل وقال ليه فين مرتي، راه جات لعندك هنا. قال له دخل بعدا ونقول لك فين هي. جلسوا في الصالون وتاكاهيرو قال ليه واش تشرب شي حاجه، قال ليه ما بغيت والو، بغيت غير مرتي باش نمشي بحالي. قال ليه والو، خاصك ضروري تشرب شي حاجه، وعطاه واحد الكاس ديال العصير. قال ليه شرب هذا العصير ونهضروا انا وياك على الحاله النفسيه ديال مرتك. فعلا شرب العصير وفقد الوعي، وناض لعندو قتلو بنفس الطريقه باش قتل الضحايا ديالو اللي من قبل. غير وكان هذا ما احتفظش بالجثه ديالو في الدار، وانما قرضها ومشى دفنها في شي بلاصه. تاكاهيرو قال ان اول ضحيه ديالو دوز فيها 3 ايام وهو كيقطعها، حيت كان مازال ما تعلمش الحرفه ديال التقطع مزيان، وكان مازال قال لك ما شراش المناشر وداكشي اللي غادي يحتاج. وبالنسبه للضحايا ديالو الاخرين كيدوز فيهم غير شي سوايع قلال في النهار ودغيا كيسالي. الكبيره في الضحايا ديالو كان في عمرها 28 عام، والصغيره كان عندها غير 15 عام. قتل 9 ديال الناس بلا رحمه بلا شفقه، قطعهم شي خلا عنده شي لحو في الزبل، وهذا الشيء كامل دارو غير في المده ديال شهرين. المحاكمه ديالو كانوا كاع الادله اللي جمعوا عليه المحققين ضده، ولكن المحامين ديالو حاولوا ما امكن ينقصوا شويه من العقوبه اللي غادي تجي في حقه. قالوا ان تاكاهيرو مريض نفسيا وماشي هو هذاك في عقله، يعني كاع الجرائم اللي دار راه بسبب انه هبيل. هاد الهضره خلات القاضي يجل المحاكمه ديالو حتى يديروا ليه اختبار ديال الامراض النفسيه ويشوفوا واش بصح هبيل. ومن بعد 5 شهور وهما كيديروا ليه لي تيست، لقاو ان السيد بعقله ما حمق ما والو، يعني كان كيدير دوك الجرائم البشعه وهو في كامل قواه العقليه. ديك الساعه تعاودت المحاكمه ديالو، وهاد المره ما كان عنده فين يهرب. القاضي حكم عليه بالاعدام بتهمه القتل من الدرجه الاولى والاعتداءات الجنسيه. فاش سمع الحكم ما تزعزع ما تفعفع، السيد مكالمي بحال الا ماشي هو اللي غيتعدم. وقبل ما يديه للزنزانه ديالو يدوز فيها داكشي اللي بقى ليه من حياته، قال انا كنطلب السماحه حيت قتلت شي ضحايا دوزت معاهم وقيتها زوينه، ولكن بالنسبه للضحايا الاخرين فانا ما كنحس حتى بنقطه ديال الندم على داكشي اللي درت. تاكاهيرو لحد الان مازال في الحبس ومازال ما تنفذ الحكم. كانت هذه القصه ديال اليوم، شكرا بزاف حيت كملتوها حتى الاخر. ما تنساوش تدعموني بزاف الاعجاب، وكما العاده نتلاقاو في قصه جديده. تهلاو.